من الذي أنقذنا من هذا الظلم؟ من الذي أنقذنا من هذا الاستبداد؟ من؟ إيش خلاك تنتقل من منطقة إلى منطقة؟ إذا رحت أنا من الشيخ عثمان إلى دار سعد، إيش يابك يا ولد؟ هذا مش بلادك. فكنا في سجون مظلمة، أسمن شيء في حياتنا وأقلى شيء في حياتنا ليس العمارة ولا الخبز الكبير ولا اللحمة الكبيرة، ولكن أقلى شيء في حياتنا هو حريتنا. الفضل بالنسبة لنا كمناضلين قدنا النضال وفجرنا النضال في 14 أكتوبر، ونحن نقول أن هذه الثورة في الشطر الجنوبي والانتصار العظيم الذي حققته قوى الثورة اليمنية شمالها وجنوبها في الشطر الجنوبي يعود الفضل بالدرجة الأولى لرجال 26 سبتمبر أينما كانوا.